يتحدث معنا وينضم بهذا الموضوع من باريس الأستاذ أمير المفرجي، الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بك أستاذ أمير المفرجي. يعني بداية، تضخيم الأحزاب السياسية لخطر تنظيم الدولة، ما دلالاته وكيف يتم استغلاله في الابتزاز السياسي؟ مساء الخير، تحياتي لكم ومشاهدي قناة الرافدين. أهلا بك أستاذ أمير. من الطبيعي أن الكلام عن داعش وعن ما سيحدث في حالة عودة داعش هو نوع من التنظيم السياسي الذي تتطلبه مرحلة العملية السياسية الحالية المعقدة والتي نجد فيها صراع قوتين شيعيتين داخلها. في الحقيقة أن قضية عودة داعش ووجود داعش في الوقت الحاضر هو يعني مضخم إلى درجة للاستفادة من هذه الأطراف لأعمال يعني خاصة بهذه الأحزاب السياسية. لا شك أن داعش قد يعني خرج من دائرة الخطر الفعلي على العراق، ولكن التربة الخصبة التي نبع منها داعش لا زالت موجودة، ولا زال الخطر يعني على العراق وعلى شعب العراق من وجود يعني مجاميع مسلحة سواء كانت شيعية متطرفة أو سنية متطرفة، وهذا هو نتيجة لمشكلة العملية السياسية الطائفية التي فرقت بين العراقيين ويعني عزلت المكون السني المهم في العراق وجعلت منه مكونا مهمشا. هذه هي بعض يعني الأسباب التي يراد منها الكلام عن داعش، خصوصا عندما تتكلم عن داعش تتكلم عن الوجود الإيراني الذي لا زال يتباهى بدوره في طرد داعش. ويعني عندما نتكلم عن إعادة داعش أو عودة داعش هو يعني إلزامية بقاء هذا التواجد الإيراني الميليشياوي الذي تستخدمه الأحزاب السياسية التابعة لإيران. يعني هل بات ذلك الأمر مقنعا على المستوى الشعبي في العراق، على المستوى الإعلامي الدولي؟ يعني ميليشيا الحشد تنتشر في المدن تحت ذريعة وجود جيوب لتنظيم الدولة، إلى أي مدى ترى أن ذلك مقنعاً على المستوى الشعبي؟ العراقي البسيط، العراقي الموجود في الشارع يعلم جيداً بأن المشكلة هي ليست مشكلة وجود داعش في الوقت الحاضر. المشكلة في العراق هي أكبر من وجود وهمي يراد منه أن نتكلم به في الوقت الحاضر. ما يحدث في العراق هو عدم وجود دولة تستطيع أن تسحب السلاح من الميليشيات والأحزاب الطائفية. المشكلة في العراق هي وجود دولة لا تستطيع من إعادة النازحين وإعادة المدن التي تضررت من وجود داعش. المشكلة في العراق هي عدم وجود مصالحة وطنية تستطيع الدولة العراقية من جمع العراقيين في بودقة واحدة، ألا وهي بودقة الوطن وخيمة الوطن لكل العراقيين. إذن ما يحدث في العراق وهو يعني يشاهد بوضوح من قبل الشارع العراقي، سواء كان الشارع العراقي يعني في الجنوب، في الشمال، في بغداد، يعلم الكثيرون ان اهم واول اسباب وجود داعش كان هذا النظام الذي فصل العراقيين وجعلهم يعني متباعدين طائفيا وقوميا، وهذا ما ساعد بعض المتطرفين من السنة، وأقول بعض المتطرفين من السنة، من القيام بهذه الأعمال. ولكن داعش في الوقت الحاضر أصبحت في خبر كان، ولكن هذا لا يعني عودة يعني عدم عودتها بصورة أو بصورة أخرى إلى الساحة العراقية، لأن الوضع العراقي يسمح بعودة هكذا مجاميع متطرفة، لأن الميزان السياسي غير صحيح وغير متوازن. ليس هناك عدالة سياسية مجتمعية في عراق السيد عبد المهدي وكما كان في عراق المالكي وعراق السيد العبادي. عاد إلينا مرة الأستاذ أمير المفرجي، الكاتب والباحث السياسي العراقي. أستاذ أمير، مرحبا بك مرة أخرى.
يعني تحت ذريعة داعش أو تنظيم الدولة يتم اعتقال الآلاف من المواطنين العراقيين ويزج بهم في السجون. شركاء العملية السياسية يتحدثون، البعض منهم يقول إن أسباب ظهور العنف لم تعالج. لماذا لم تعالج من وجهة نظرك؟ لماذا يعني دائما تتكرر عملية ظهور تنظيمات مسلحة في الموصل بسبب عدم معالجة هذه الأسباب؟ لا شك أن طبيعة النظام السياسي العراقي الموجود في الوقت الحاضر، والذي هو النظام لم يتغير، يعني بغض النظر عن تغير الأشخاص والشخصيات التي جاءت لحكم العراق، ولكن النظام السياسي هو نظام طائفي لا يسمح في أن يكون العراق في وضع يعني متجانس بين العراقيين. ما يعمل فيه الآن وكما عمل في السابق هو عمل على يعني إبعاد قسم من المكونات العراقية المهمة في العراق لصالح مكون واحد تستطيع هذه الأحزاب من السيطرة على نظام الحكم. إذا المشكلة الآن في الوقت الحاضر هو يعني النية المعلنة للأحزاب السياسية الطائفية التي تريد أن تبقى على هذا النظام السياسي الطائفي بإبعادها للمكون المكونات الأخرى المهمة في نظام ديمقراطي عراقي يجمع العراقيين سواسية بغض النظر عن الطائفة وعن القومية وعن الدين. من هذا المنطق نلاحظ أن عدم وجود هذا التوازن ووجود هذا الغبن لبعض المكونات العراقية ولبعض يعني المجموعات العراقية التي يعني تشعر بأنها مغبونة في ظل نظام لا يسمح لها في أن تكون بصورة متوازية في الجيش العراقي، لا تكون بصورة يعني عراقية كاملة تشعر بالفخر في مؤسسات الدولة الحكومية التي أصبحت يعني تنظم مؤسساتها بشكل طائفي يعني غير قابل على أن يكون العراقي الذي له القابلية في الدخول إلى المؤسسات العراقية، ولكن ينظر إلى طائفته قبل أن يكون هو يعني الشخص المرغوب فيه في هذا المنصب. إذن هناك عدم وجود توازن اجتماعي للمكونات العراقية لبقاء نظام طائفي يسمح لهذه الأحزاب بالبقاء، ولهذا فإن بقاء هذه العملية السياسية بشكلها الطائفي حتى ولو تغير رئيس الوزراء ستبقى هذه المشاكل، وسيبقى هناك بعض من الحساسية وبعض التذمر من قبل العراقيين الذين همشوا من هذا النظام الذي وجب أن يكون لكل العراقيين. إذا كان خطر التنظيم يعني لا يزال ماثلا، ما مدى صحة البيانات، بيانات النصر؟ دائما ما تتحدث الحكومة عن تحقيقها النصر في الموصل، يعني العراق يعني أهدر المليارات من الدولارات بسبب هذه الحرب. ما مدى جدوى هذه الحرب التي دامت 3 سنين وأدت إلى تدمير مدن بأكملها وصرف عليها المليارات ولم تحقق شيئا؟ شيء طبيعي، هذا هو المشكلة. يعني المشكلة أنه حتى الغرب الذي يساند هذه العملية السياسية، عندما نسمع التصريحات لزعماء الغرب الذين يعني نراهم قد أعطوا بعض النصائح للعراق وللنخبة السياسية العراقية، كانوا يأكدون دائما على وجوب يعني العمل بنظام وطني يسمح للعراقيين بمشاركة متوازية ومتساوية، ولكن المشكلة أن النظام السياسي العراقي الذي تدعمه إيران في العراق لا يسمح بهكذا نظام، لأنه سوف يكون نهاية لوجوده في العملية السياسية العراقية. إذن من هذا المنطق الأحزاب السياسية العراقية خصوصا الأحزاب التابعة لإيران هي التي سببت هذه المشكلة، وهي التي لا تريد في أن يكون هناك يعني توازن سياسي بين المكونات السياسية في ظل نظام عراقي ديمقراطي وطني يسمح للعراقي بغض النظر عن يعني عن طائفته وعن قوميته وعن اتجاهه السياسي، المفروض أن يكون هو وطني عراقي، ولكن هذا النظام سوف لا يسمح ببقاء النظام الطائفي الذي يعني تتشبث به الأحزاب الطائفية وبدعم من الجارة إيران، وهذا الشيء يعرفه العراقيون سواء كان كبارا أو صغار.
من باريس الكاتب والباحث السياسي الأستاذ أمير المفرجي، شكرا جزيلا لك.